زين عندكم هسه الميديكال ابليكيشن اوف راديو نيوكليوتايد اند تارجتد الفا ثيرابي. تارجتد الفا ثيرابي اللي هو هسه انا شرحت لكم اياها تمام. يعني انا شنو تارجتد؟ يعني انا حط تارجت. تارجت يعني هدف. يعني شنو انا سويت؟ حطيت هدف. حطيت هدف انه هاي الالفا بارتيكل تروح تدمر الخلايا السرطانيه. هدفي انه انا ادمر الخلايا السرطانيه. فشان انا وجهت الالفا بارتيكل او العناصر المشعه اللي تبعث الجسيمات الفا انه هي تدمر الخلايا السرطانيه عن طريق انه انا حطيتها فد مادة مركبات. هاي المركبات او المادة سوت اشتغلت شلون؟ المركبات نقلت لي الجسيمات الفا للمكان اللي المفروض تشتغل عليه، بحيث من وصلت جسيمات الالفا لذاك المكان قالت خلاص انا اجى وقتي انه انا اشتغل، دمرت الخلايا السرطانيه الموجوده هناك. تمام طلاب. تارجتد الفا ثيرابي از بيد اون ذا كابلينج اوف الفا بارتيكل اميتنج راديو ايزوتوب تو تيومر سيلكتيف كارير مولكيول سوتش اس انتي بودي اور بيبتايد. ذيس مولكيول هاف ذا ابيليتي تو سيلكتيفلي تارجت تيومر سيل ايفن اف ذي ار سبريد ثرو اوت ذا بودي. ذي ريكوجنايز اند تارجت كانسر سيل ثرو ذا انتيجين ذات ار اكسبوز اون ذا سيل سيرفيس اند كان بايند سيلكتيفلي تو ذيس سيل سيميلر كي فيتينج انتو ذا لوك. يعني شنو معناها طلاب؟ زين يجوز من تقروها ما تفتهموها، هسه اشرح لكم اياها. يعني معناها شنو معناها؟ معناها جبنا هسه هذا العنصر على سبيل المثال، حارسم هذا العنصر بشكل دائره رسومات بس لغرض التوضيح طلاب. رسمت هذا العنصر المشع، هذا العنصر المشع يعني هاي الدائره افترضوها طلاب هسه انه هي عنصر مشع. عنصر مشع يبعث جسيمات الفا تمام، يبعث جسيمات الفا. هذا العنصر المشع جيت حملتها ماده، حملتها على مركبة أو سيارة. هاي المادة يا أما تكون أنتيبادي، يعني شنو أنتيبادي؟ يعني تكون جسم مضاد تمام، أو فد بيبتايد. بيبتايد يعني بروتين تمام. فأني هسه هاي هاي العنصر المشع جيت سويت له ربطته فد بيبتايد، ربطته فد بروتين تمام، ربطته ببروتين أو ربطته بمضاد حيوي اللي هو الأنتيبادي تمام. على سبيل المثال جيت وربطته بأنتيبادي تمام. هذا جسم المضاد الأنتيبادي يكون هيك شكله تمام طلاب. هسه تاخذون إن شاء الله بالبناعة بالمستقبل، بس حطوا ببالكم إنه هو هيك يكون شكله تمام، شلون حرف الواي تمام. هسه أنتوا ربطتوه تمام، جيتوا هسه هذا عندكم، هذا اللي فوق هذا هو العنصر المشع، واللي جوا هو هذا الأنتيبادي تمام. هو هذا الانتيبادي وهذا العنصر المشع. هذا حيشتغل شلون؟ المركبة والسيارة ينقل هذا العنصر المشع للمكان اللي هو المفروض يشتغل عليه تمام. هسه هذا هسه هاي المادة شو حيسوي المريض؟ حيبلعها، حياخذها تمام، حياخذها. هاي المادة حتمشي خلال الجسم، يعني من ملح المريض بالبداية حيصير بها امتصاص عن طريق الجهاز الهضمي، وبعدين تنتقل من الجهاز الهضمي الى انسجة الجسم المختلفة عن طريق الدم تمام. زين هذا الانتيبادي شنو اهميته؟ شلون المفتاح؟ يعني شلون المفتاح؟ يعني انتو تعرفون كل مفتاح الى قفله الخاص به تمام. يعني انتو ما تقدرون تجيبون غير مفتاح وتفتحون به مثلا قفل الباب مالتكم، قفل الغرفه مالتكم، ما تقدرون تسوون هذا الشيء. ليش؟ لانه كل مفتاح الى قفل يشتغل عليه تمام، او كل قفل الى مفتاح يشتغل عليه تمام طلاب، نفس الشيء. زين فانت هنا شنو عندك؟ هذا الانتيبادي او هاي الجسيمات اللي انت ربطتها بالعناصر المشعة اللي تبعث جسيمات الفا، منو المفتاح مالته؟ المفتاح مالته هو هذا الجسم المضاد اللي هو الانتيبادي. هذا الانتيبادي يحتاج قفل يشتغل عليه، هذا القفل اللي يشتغل عليه موجود بالخلايا السرطانية تمام. فعندكم مثلا هاي الخلية السرطانية الشريرة البنفسجية، حرسمها هيك فرحانة وتضحك. هاي الخلية السرطانية شلون الشيطان، الخلية السرطانية الشريرة تحتوي على سطحها فشي اسمه الانتيجين تمام. هذا الانتيجين شي يمثل لي؟ يمثل لي القفل تمام، شلون ما يعني باب الغرفة، القفل مال باب الغرفة. هذا القفل، هذا القفل ينفتح بس على هذا الانتيبادي تمام، بس على هذا المضاد تمام الموجود على سطح العنصر اللي يبعث جسيمات الفا تمام طلاب. زين فهسه هذا الانتيبادي قلنا المريض بلعه، بوصل داخل الجسم مالتنا، وصل الدم، حيمشي داخل الدم يدور 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 على القفل اللي هو يفتحه تمام. يروح لهذا المكان يقول لا هذا ما بي القفل اللي انا افتحه، يروح لغير مكان هذا ما بي القفل اللي انا افتحه، لحد ما يوصل للخلايا السرطانيه. اللوم وين ما كانت الخلايا السرطانيه، وين ما كانت لو منتشره بكل الجسم، حيروح على هاي الخلايا السرطانيه يتعرف على هذا القفل. هسه هو وصل هنا، حنقله هنا، وصل هنا هذا الانتيبادي، وصل او المفتاح اللي مرتبط بهذا العنصر اللي يبعث اشعاعات. هسه وصل هنا للخليه السرطانيه، قال شنو هذا؟ هذا القفل اللي اني اشتغل عليه تمام. خل ارسم لكم القفل بهذا الشكل تمام، ارسم لكم اياه بشكل دائره افضل.
هذا القفل اللي أني أشتغل عليه، تمام؟ فكيف قال ها هي أني هسه إجي دوري إنه أني أشتغل، فسوى إجي ارتباط هنا، أنا ارتباط حوط القفل، شلون من الدخل المفتاح بالقفل نفس الفكرة صارت عندك، ربطته. هسه إيش قال العنصر اللي يبعث جسيمات ألفا؟ قال وقتك جاء اشتغل، اشتغل يلا ها هي اجا وقتك انه انت تشتغل. فسوى هذا العنصر اللي يبعث جسيمات الفا، قال ها هي انا حشتغل، حبعث جسيمات الفا، حيدز جسيمات الفا. هنا شو حيسوي؟ حيبدا يدز جسيمات الفا، الالفا هاي الالفا بارتيكل، تمام طلاب؟ حيبدا يدز جسيمات الفا، هاي الالفا بارتيكل شو تسوي؟ تموت على التدمير. شو حسوي؟ حتروح تدمر الخليه السرطانيه وتقتلها، تمام؟ وتقتل الخلايا السرطانيه اللي بصفحه، تمام؟ وتقتل كم خليه سليمه هماتين مسكينه يروحن هماتين يموتن، تمام؟ بهاي الطريقة أنا سويت، مطيت الإشعاع مباشرة إلى جسم الإنسان. ما أقدر أسوي هذا الشيء لأنه أنت من تجي تطي إشعاع بشكل مباشر للإنسان، هذا الإشعاع شو حيسوي؟ حيدمر الجسم كله. فأنا ما أريد هيك شيء، أنا أريد أخليه على مفتاح، هذا المفتاح يشتغل شلون؟ السيارة ينقل لي هذا العنصر المشع للمكان اللي المفروض يشتغل عليه، بحيث لو الخلية السرطانية موجودة بالدماغ، موجودة بالقلب، موجودة وين ما موجودة خلي تكون موجودة، حيروح هذا المفتاح ما يشتغل بس على القفل اللي هو يشتغل عليه. تتفهمون شلون؟ يعني هو هسه هنا من وصل للخلية السرطانية وتعرف عليها، شاف القفل اللي هو يشتغل عليه، ارتبط بيها، قال للعناصر اللي تبعث جسيمة ألفا، قال هيا يلا اشتغلي، دزت ألفا بارتيكل، هاي الألفا بارتيكل قتل الخلية السرطانية، تمام طلاب؟ هو المقصود هنا بالشرح مالتنا انه هذا الشيء صار كل شيء دقيق، تمام؟ هي حتى ترى طلاب العناصر اللي تبعث جسيمات ألفا يطوها بجرعات كلش قليلة، تمام؟ يعني عمودي يصير تأثيرها كلش كبير على الجسم. فهنا هذا يسموها تارجتت الفا ثيرابي. ليش تارجتت؟ تارجتت يعني معناها انه اني خصصتها، قلت لها انت تروحين تقتلين الخلايا السرطانيه، ما طيتها بطريقه عشوائيه، تمام؟ عن طريق انه اني حملتها بانتيبادي، تمام طلاب؟ هاي الطريقه اللي انا شرحت لكم اياها. These carrier molecules serve as vehicle to transport the radioisotope to the cancer cell. طلاب radioisotope معناها العناصر المشعة اللي تبعث إشعاعات، تمام؟ أي عنصر مشع، مو شرط جسيمات ألفا، تمام؟ يعني هسا أنت عندك هالعناصر اللي تبعث جسيمات ألفا يسموها radioisotope، تمام؟ هاي radioisotope حملتها على carrier molecule اللي هي مثل الانتيبادي. carrier molecule يعني جزيئات حاملة، شون الحمال؟ حملت هاي الالفا بارتيكل، حملت هاي العناصر اللي تبعث جسيمات الفا اللي احنا قلنا سميناها راديو ايزوتوب، قلناها حملتها عليها واشتغلت شلون مركبه نقلتها للخلايا السرطانيه اللي هي حتشتغل عليها، تمام طلاب؟ حطوا ببالكم انه الراديو ايزوتوب هو مصطلح عام، اي ذره تطلق اشعاعات يسموها راديو ايزوتوب، تمام طلاب؟ زين. Radio isotope that emit alpha particles seem particularly promising to selectively destroy cancer cells. Alpha particle have high energy in the range of 5-9 million electron volt and at the same time a very short path link the human tissue below 0.1 millimeter corresponding to less than 10 cell diameter. يعني شنو معناها؟ يعني شافوا هسه انه انا من سويت تارجت الفا، هسه شافوا انه انا من قدرت اسوي تارجت الفا ثيرابي، هنا صار فشي كلش، يعني فشي كلش موعود، يعني فشي له كلش جوانب ايجابيه، عندي دمر الخلايا السرطانيه، مدى اقتل خلايا طبيعيه بنسبه كبيره، فهذا الشيء بفائده كبيره طلاب. يعني اكيد يعني انت من تقدر تقتل خلايا سرطانيه بدون ما تدمر خلايا طبيعيه بنسبه كبيره، هذا فشي انجاز يعتبر. تفهمون شلون؟ زين. بعض طلاب انه الالفا بارتيكل شافوا انه الطاقة مالتها عالية، يعني من 5-9، طبعا هذا الالكترون فولت هي وحدة الاشعاعات، يسموها بوحدة الالكترون فولت، هسا احنا ندرس الوحدات ان شاء الله بنهاية المحاضرة. فهاي وحدة الالفا بارتيكل اللي هي الالكترون فولت، تمام؟ هاي وحدتها، يعني وحدة الاشعاعات تنبعث بوحدة الالكترون فولت، تمام؟ يعني وحدة كل بارتيكل تنقاس بالالكترون فولت، تمام طلاب؟ زين. زين. وبنفس الوقت قلنا لها very short path، مثل ما تعرفون ان الالفا بارتيكل قلنا عبارة عن heavy wave، يعني ما تمشي لها مسافات طويلة بالهواء، قلنا رأسة عندها رأسة تصادم بالبارتيكل او الجسيمات الموجودة داخل الهواء تفقد طاقتها وتساقط، تمام؟ فلهذا يقول لك انه هي ما تمشي او تتحرك او تطير الى مسافات كبيرة بالهواء، رأسة توقع وتنهار، فيقولون عندها low path length، يعني حركتها ما توصل الى مسافات بعيدة، تمام؟ فرأسة هي هاي الالفا بارتيكل حتتصادم ويا الخلايا السرطانية حتقتلها، فبالتالي ما توصل الى انسجة الجسم السليمة، يعني تقتل لها كم خلية سليمة، تمام؟
فهنا انه هي شي يقول لك، يقول لك a very short path link، يعني ما تمشي لا مسافات بعيده جدا، ان هيومن تشو بلو 0.1 ملم، يعني اقل من 0.1 ملم، يعني هاي المسافه اللي هي تتحركها، يعني تتحرك مسافه كلش قصيره تمام، فهي ما توصل الى انسجه سليمه هوايه وتدمرها تمام. طلب هو هذا المقصود هنا، يعني هي ما تتحرك الى مسافات بعيدة جدا تمام، سرعان ما تتحرك، من تتحرك تصادم بالجسيمات المحيطة بها تنهار وتخسر طاقتها، فهي من تصادم ويا الخلايا السرطانية تقتل الخلايا السرطانية، تقتل لها كم خلية طبيعية هماتين، وبالنهاية تنهار وتوقع. ليش؟ لان عندها very short path link تمام طلاب، يعني المسافة اللي تتحركها تكون جدا قليلة. فهذا فد ملخص على الالفا بارتيكل، قلنا انه الالفا بارتيكل يحتوي على 2 بروتون ويحتوي على 2 نيوترون، وبالتالي يعتبر حجمه كبير نوعا ما، يعني هيفي بارتيكل، جسيمه كبيره ثقيله. قلنا انه هي بما انه هي تحتوي على 2 بروتون و2 نيوترون، فبالتالي العدد الكتلي مالتها 4 والعدد الذري مالتها 2 تمام طلاب، هذا العدد الذري مالتها 2 والعدد الكتلي مالتها 4، وشبهوا بينها وما بين شنو، وما بين ذرات عنصر الهيليوم تمام، فيقول لك انه هي تشبه ذره عنصر الهيليوم تمام، النيوكليوس مال الهيليوم تمام طلاب زين. وقلنا انه هي تكون كلش كبيره وتتحرك الى مسافات قصيره جدا بالهواء، وسرعان ما تصادم بالاشياء الموجوده بالهواء وتخسر طاقتها وتوقع تمام طلاب. وقلنا انه هي طاقتها جدا جدا عاليه، وما تقدر حتى تعبر الهواء، يعني ما تقدر حتى تخترق وتعبر الورقه، مثل ما تلاحظون هنا انصدمت بالورقه بس ما عبرت الورقه، ما تجاوزت الورقه، خسرت طاقتها وقعت تمام طلاب. هي كلش طاقتها عاليه، لكن مشكلتها عندها لو بنتريتنج باور تمام طلاب. طيب طلاب، هسه احنا خلصنا الالفا ديكي او الالفا بارتيكل، هسه نجي على البيتا ديكي تمام طلاب. اي سؤال عندكم تواصلوا ويا دكتور مصطفى تمام طلاب. البيتا ديكي معناها انحلال بيتا. is a radioactive process in which an electron is emitted from the nucleus of the radioactive atom along with an unusual particle called antineutron almost massless particle that carry away some of the energy. يعني شنو معناها؟ بعض طلاب مثل ما قلنا لما تكون العنصر او ذره غير مستقره لنتيجه احتوائها على عدد كبير من البروتونات او النيوترونات، او بها عدد كبير من بروتونات او بها عدد كبير من النيوترونات، بالنهاية شو حتسوي هاي الذرة؟ راح تحاول انه هي تستقر عن طريق انه هي تتخلص من هاي البروتونات او هاي النيوترونات، او تتخلص من عندهم اثنيناتهم تمام. ونتيجة هذا الشيء قلنا انه هي حتبعث مجموعة من الاشعاعات، واحدة من هاي الاشعاعات قلنا الالفا بارتيكل، قلنا اللي هي تصير عادة بالعناصر المشعة ثقيلة الوزن، اللي هي شنية؟ قلنا انه الماس نمبر مالتها يكون كبير تمام. بس احنا نيجي على البيتا ديكي. البيتا ديكي او انحلال بيتا عادة وين يكون؟ يكون بالذرات اللي هي تحتوي على نيوترونات كثيرة تمام، يعني مو شرط تكون كلش كثيرة، بس تحتوي على عدد زايد من النيوترونات اكثر من عدد البروتونات تمام طلاب زين. هاي بالبيتا ديكي شو حتسوي الذرة؟ حتتخلص من نيوترون، حتبعث نيوترون، حتفقد فقط نيوترون تمام طلاب. هاي يعني الذرة اللي هي بالبيتا ديكي تحتوي على عدد نيوترونات اكثر من عدد البروتونات، فبالتالي هي تكون غير مستقرة. فشو حتسوي هاي الذرة؟ على مود تستقر حتتخلص من نيوترون واحد فقط تمام، نيوترون واحد فقط زين. هذا النيوترون من تفقده يقول لك انه هذا النيوترون حيتحول الى الكترون ويتحول الى بروتون. هسه تقولوا لي شلون هذا الشيء؟ ها شلون هيك شيء صار؟ من شو وقت النيوترون يتحول الى بروتون ويتحول الى الكترونات؟ طلاب اقول لكم هذا الشيء حقيقي تمام، يعني هم شافوا انه النيوترون ممكن يتحول الى بروتون ويتحول الى الكترون تمام طلاب. هو هذا الشيء يعني درسوه، وصار شلون المفاجاه انهم استنتجوا انه النيوترون ممكن يتحول لنا الى بروتون وممكن يتحول لنا الى الكترون تمام. بس انت عندك هذه الذره الغير مستقره اللي تحتوي على نيوترونات اكثر من عدد البروتونات، تريد تستقر، فقالت اني حتخلص من نيوترون واحد فقط زين. هذا النيوترون اني من اتخلص من عنده شو حيتحول؟ حيتحول الى شغلتين، يتحول الى بروتون، هذا البروتون اني ارجع اخذه الي تمام، اني عندي عدد نيوترونات اكثر من البروتونات، فشو اسوي؟ اتخلص من نيوترون واحد، هذا النيوترون الواحد شو حيسوي؟ حيتحول الى بروتون ويتحول لي الى الكترون. البروتون اني احتاجه لانه اني عندي عدد قليل من البروتونات، عدد النيوترونات ماتي اكثر من عدد البروتونات، فشو اسوي؟ اخذ هذا البروتون الي،
استفاد من عنده أخذه إلي أنا محتاجته، بس الإلكترونات ما أريده، خلي ولي هذا الإلكترون ما أريده خليه يروح. زين هذا الإلكترون اللي هو ينبعث اللي هي ما تريده اللي حطلقه يسمونه بيتا ديكي، تمام، أو بيتا بارتيكل، جسيمات بيتا، تمام طلاب، هو هذا المقصود هنا. فأنتوا تلاحظون هنا هذا عندكم عنصر الكربون، عنصر الكربون العدد الكتلي ما تشقد 14 والعدد الذري ماته 6. قلنا انه ال 14 يمثل لي عدد البروتونات والنيوترونات، و 6 يمثل لي العدد مال من هو مال عدد البروتونات او عدد الالكترونات. زين فهسه انا اذا اريد اطلع عدد النيوترونات شلون حطلعها؟ اقول 14 ناقص 6 ايش قد يطلع لي؟ 14 ناقص 6 يطلع لي 8. اذا عدد النيوترونات العنصر الكربون ايش قد؟ 8. بينما عدد البروتونات العنصر الكربون ايش قد؟ عددها 6. تمام ده تلاحظون انه عدد النيوترونات اكثر من عدد البروتونات، صحيح مو ذاك الكبر اللي هو كلش هوايه، بس هماتين تخلي الذره غير مستقره. فهنا هذا ذره الكربون غير مستقره، ليش؟ لانه عندها عدد نيوترونات اكثر من عدد البروتونات. تمام طلاب، شلون انا عرفت عدد النيوترونات؟ طرحت العدد الكتلي من العدد الذري طلع لي عدد النيوترونات، طرحت ال14 من ال6 طلع لي 8، استنتجت انه عدد النيوترونات 8، فقلت انه عدد النيوترونات العنصر الكربون هي اكثر من عدد البروتونات، فبالتالي ذره عنصر الكربون هنا بهاي الحاله غير مستقره. فش حسوي؟ طبعا هذا كربون 14 6، الكربون ترى بانواع طلاب، هسه ناخذها ان شاء الله بالمحاضره الجايه لشيلون همها، يعني اشرح لكم فد مصطلح يسمونه الايزوتوب، هسه تركزون بيه، يعني اشرح لكم اياه ان شاء الله بالمحاضره الجايه، تمام؟ بس هسه افتهموا انه هذا الكربون نوعه 14 6. زين هذا ال 14 6 قلنا انه الرقم اللي فوق يمثل لي العدد الكتلي، والرقم اللي جوا يمثل لي العدد الذري، العدد الذري يمثل لي عدد البروتونات، وال 14 يمثل لي مجموع عدد البروتونات عدد النيوترونات. فاني شو حسوي هنا؟ شلون اطلع عدد النيوترونات؟ اطرح العدد الكتلي اطرح من عنده عدد البروتونات، 14 ناقص 6 ايش قد يطلع لي عدد النيوترونات؟ 8. اذا هاي ذره الكربون 14 بها عدد النيوترونات اكبر من عدد البروتونات، فش تسوي؟ قالت اني افقد النيوترونات، انا عندي نيوترونات هواي افقد النيوترون، ففقدت النيوترون. فمن فقدت النيوترون؟ هذا النيوترون الفقدت السار بي، فقدت النيوترون واحد فقط طبعا، فقدت النيوترون، هذا النيوترون الفقدت السار بي تحول الى بروتون، تحول الى بروتون، وبنفس الوقت شو تحول؟ تحول الى الكترون، تمام؟ البروتون سوت ذرة الكربون قالت انا حرجع اخذه، فمن اخذت بروتون تحولت الى غير عنصر، تمام طلاب؟ زين، لان العناصر شبيهة تختلف بعدد بروتوناتها، تمام طلاب؟ يعني هسه سوت هاي ذرة الكربون قلنا بها عدد نيوترونات اكثر من عدد بروتونات، تمام؟ فسوت قالت اني اتخلص من النيوترون واحد فقط، حتخلص من نيوترون واحد فقط، هذا النيوترون شبيه حيتحول لي الى بروتون ويتحول لي الى الكترون، هذا البروتون اني شو اسوي؟ اخذه الي، فمن اخذه الي اني حتحول الى غير عنصر، هذا العنصر هو عنصر النيتروجين، لاحظوا طلاب؟ انه هسه هذا العنصر الكربون يتحول الى عنصر النيتروجين، تمام؟ تلاحظون انه العدد الكتلي مالته نفس الشيء بقى 14، تمام؟ بقى 14 بينما العدد الذري 7 صار، كان 6 صار 7، تلاحظون هنا كان 6 هنا صار 7، ليش؟ لانه حطوا ببالكم طلاب انه العناصر تختلف بعددها الذري، تمام؟ يعني ترتيبها يعتمد على العدد الذري مالته وليس العدد الكتلي. يعني هاي هيك بس ملاحظه لكم يعني. تمام طلاب، فانتوا هسه عندكم هذا عنصر الكربون اللي بيه عدد نيوترونات اكثر من بروتونات، قال انا لازم ارتاح، لازم اتحول الى عنصر مستقر. شلون اتحول الى عنصر مستقر؟ عن طريق انه اني اخسر نيوترون، هذا النيوترون من اخسره شو حيتحول؟ حيتحول لي الى بروتون، هذا البروتون اني اخذه، من اخذ بروتون اني شو حتحول؟ حتحول الى عنصر النيتروجين، تمام؟ بس بنفس الوقت حفقد هذا الالكترون، هذا الالكترون شو اسوي به؟ هو اصلا انا ما احتاجه خليه يروح يولي، هذا الالكترون اللي انتج يسمونه جسيمة بيتا، يسموها البيتا بارتيكل، تمام طلاب؟ ان شاء الله فهمتوها. هسه انتم تلاحظون هنا انه العدد الكتلي مال الكربون هو نفس العدد الكتلي مال النيتروجين. هسه تقولوا لي ليش هيجي؟ هو مو فقد نيوترون بس هو اكتسب بروتون طلاب، هو صح فقد نيوترون بس هو اكتسب بروتون مكانه، فالعدد الكتلي ما حيتأثر لأنه أنا اللي فقدته اكتسبت شيء مكانه، فما حيتأثر هذا الشيء عندي، تمام؟ فالعدد الكتلي بقى ثابت، بينما العدد الذري اختلف. ليش؟ إنه عدد الذري مثلي فقط عدد البروتونات، وهنا أنا زاد عندي عدد البروتونات صار 7، تمام؟ فأنت هسه من تجي تطرح 7 من ال 14 عم تطلع عدد النيوترونات، حشوف إنه عدد النيوترونات مالتك 7، فهنا وصلنا إلى وضعية الاستقرار. ليش صار عندي وضعية الاستقرار؟ لأنه صار
عدد البروتونات نفس عدد النيوترونات. تمام طلاب؟ هالشرحه مارت اللخه هماتين يعني بالاعاده يعني تفهمون بشكل اكبر. تمام طلاب؟ زين عندكم هسه هاي ذره عنصر الكربون غير مستقره، ايش قد العدد الكتلي مالتها؟ 14. ايش قد العدد الذري مالتها؟ 6. تمام؟ تطرح العدد الكتلي من العدد الذري يطلع لك عدد النيوترونات، ايش قد العدد النيوترونات مالتها؟ العدد النيوترونات مالتها 8، بينما عدد البروتونات مالتها 6. تمام؟ اذا تحتوي على عدد نيوترونات اكثر من عدد بروتونات. تمام؟ فشو تسوي؟ قالت اني لازم استقر، شلون استقر؟ ادز او ابعث اتخلص من، شلون لازم استقر؟ استقر عن طريق انه انا اتخلص من نيوترون واحد فقط. هذا النيوترون اللي انا حتخلص من عنده حيتحول الى بروتون، هذا البروتون انا شو حسوي؟ حاخذه، ولما اخذ بروتون حتحول الى عنصر النيتروجين. تمام؟ عنصر النيتروجين العدد الكتلي مالته مساوي للعدد الكتلي مال الكربون، ليش؟ لانه انا بنفس الوقت اللي فقدت بي نيوترون اكتسبت بروتون مكانه، بينما العدد الذري مالته اكبر من العدد الذري للكربون، ليش؟ لانه اني اكتسبت بروتون. تمام طلاب؟ فبالتالي صار عندي عدد البروتونات والنيوترونات متساوي بعنصر النيتروجين. تمام طلاب؟ بنفس الوقت قلت اني انه النيوترون اتحول الى شيئين، الشيء الاول اسمه نيتروجين والشيء الثاني اسمه الكترون. تمام؟ يعني الشيء اللي قصدي نيتروجين انه هو تحول الى بروتون يعني. فهنا انا قلت انه نيوترون يتحول الى شيء، يعني الشيء الاول اللي هو البروتون اللي هي رجع اخذ الكربون وتحول الى نيتروجين، والشيء الثاني انه هو يتحول الى الكترون. هذا الالكترون شيء مثلي، مثل جسيمه بيتا. تمام؟ يمثلي جسيمه بيتا. جسيمه بيتا شنو شحنتها؟ شحنتها سالبه. تحتوي على كتله؟ تحتوي على ماس؟ تحتوي على وزن كتلي؟ لا، مجرد عباره عن الكترون، عبارة عن الكترون، فكتلته جدا جدا صغيرة. تمام؟ فهو مقارنة بجسيمة ألفا كلش كلش صغير. تمام؟ هي مقارنة بألفا بارتيكل هو كلش كلش صغير، يعني من ناحية الحجم هو كلش صغير. تمام؟ ويحتوي على شحنة سالبة نيجاتيف 1. تمام؟ ليش؟ إنه الكترون، تعرفون الالكترون هو سالب الشحنة. طلاب هسه بالإضافة إلى إنه بعث لي بروتون وبعث لي الالكترون، بعث لي جسيمة أخرى يسموها أنتي نيوترينيو. هسه تقولوا لي هاي إيش طلعت هذا النيوترون؟ بعث لي شو؟ بروتون، بعث لي الكترون، وإنه بدأ يبعث لي جسيمة أخرى. إي بعث لك جسيمة أخرى يسموها الأنتي نيوترينيو. هاي الجسيمة طبعًا تكون ماسلس، ما عندها أي كتلة، بنفس الوقت ما عندها شحنة، هذا الشيء الوحيد اللي تحتاجون تعرفوا عنها. فمثل ما تلاحظون هنا انا كاتبه لك لايك الفا بارتيكل بيتا ديكي اكر ان ايزوتوب ويتش ار نيوتروجين، لايك الفا بارتيكل بيتا ديكي اكر ان ايزوتوب ويتش ار نيوترون ريتش وين ا نيوكليوس ايجكت ا بيتا بارتيكل one of the neutron in the nucleus is transformed to proton since the number of proton in the nucleus has changed a new daughter atom is formed which has one less neutron but one more proton in the parent than the parent for example when rhenium 187 decay by beta decay osmium 187 is created. تمام طلاب؟ يعني نفس الشرح مال كربون 1 نايت مال نيتروجين، قلنا انه ذره غير مستقره لانه تحتوي على عدد نيوترونات اكثر من طبيعي، تخسر النيوترون، هذا النيوترون يتحول الى بروتون، ترجع الذره تاخذ هذا البروتون وتتحول الى عنصر اخر، العنصر الاخر هو مساوي بالعدد الكتلي بس يختلف بالعدد الذري، ليش؟ لانه اكتسب بروتون، وبنفس الوقت ايش تسوي؟ تفقد الالكترون، الالكترون اللي تفقده ما تحتاجه بعد، يعني قصدي انه النيوترون، قصدي انه النيوترون يبعث الكترون، هذا الالكترون ما تحتاجه الذره، تطلقه بشكل جسيمه بيتا. تمام طلاب؟ وتطلق بعد جسيمه اخرى يسموه لها الانتي نيوترينو. تمام؟ الانتي نيوترينو. تمام طلاب؟ زين حطوا ببالكم طلاب الزيت قصدهم العدد الذري، الزيت هو العدد الذري نفسه، يعني مرات يقول لك هذا العنصر اكس يحتوي على زيت لي جوا اللي هو العدد الذري، واي لي فوق هذا العدد الذري طلاب، واي لي فوق اللي هو العدد الكتلي. تمام؟ يعني هيك يجيبوا لك شلون الرموز، يعني شوفها مرات يكتبوا لك هيك اي لي فوق وزيت لي جوا، الاي معناها العدد الكتلي، العدد الكتلي، بينما زيت معناها العدد الذري. تمام طلاب؟ فلا تخربطون بها. لما يقول لك parent to daughter يعني هاي الذرة بالبداية اللي هي كانت غير مستقرة، قلنا اللي هي ذرة الأب اللي هي من فقدت نيوترون تحولت إلى عنصر آخر، هذا العنصر الآخر يسمونه الدوتر. تمام؟ يسموها الابنة. تمام طلاب؟ هو هذا المقصود هنا.
beta particle have a single negative charge and weigh only a small fraction of the neutron or proton. As a result, beta particle interact less radially with material than alpha particle. Beta particle will travel up to several meter in air and are stopped by thin layer of metal or plastic. يعني شنو معناها؟ بعض طلاب البيتا بارتيكل بشكل عام كشحنة أو طاقة مشعة تكون أقل من الألفا بارتيكل. هاي أول نقطة لازم تحطها ببالكم. النقطة الثانية إنه البيتا بارتيكل وزنها يكون أقل بهواية من الألفا بارتيكل، وتكون ليش؟ لأن ما عندها عدد كتلي، تمام طلاب؟ لا عندها بروتونات ولا عندها نيوترونات، بس مجرد إلكترون واحد، والإلكترون أصلاً الكتلة مالته جدا صغيرة، فبالتالي بما إنه هي وزنها مو كلش ثقيل، هذا الشيء حيخليها تتحرك إلى مسافات أكثر من المسافات اللي تتحركها الألفا بارتيكل، يعني حتمشي إلى مسافات كبيرة بالهواء من دون ما تصادم ويا الجسيئات الموجودة أو الجسيمات الموجودة بالهواء، تمام؟ كل ما تكون الجسيمة صغيرة كل ما يقل احتمالية إنه هي تصادم مع الجسيمات الموجودة بالهواء، تمام طلاب؟ فبالتالي بما إنه هي ما حتصادم بالجسيمات الموجودة بالهواء، هذا الشيء ما حيخليها تفقد طاقتها بشكل سريع ويخليها تتحرك إلى مسافات أطول، تمام؟ طبعاً البيتا بارتيكل بشكل عام طلاب تقدر تعبر الورقة، يعني من تحط ورقة قبالها تقدر تتجاوز هاي الورقة وتعبر من خلال الورقة، تمام؟ بس شنو الأشياء اللي ممكن توقفها؟ إذا حطيت فد طبقة رفيعة thin layer of metal، يعني فد معدن، حطيت مثلاً معدن الألمنيوم، مثلاً حطيت فد طبقة فد فايل رفيع من الألمنيوم قدام بيت البيتا بارتيكل، فما حتقدر تعبر البيتا بارتيكل من الملف أو الفايل مال الألمنيوم، تمام طلاب؟ هو هذا المقصود هنا. يقول لك حتى إنه هي ما تقدر تعبر البلاستيك، تمام؟ هو هذا الشيء المقصود هنا. تلاحظون طلاب شلون هسه هنا بالرسم؟ عندكم هسه هذا عنصر، هذا العنصر غير مستقر او ذره غير مستقره تحتوي على نيوترونات اكثر من البروتونات، فايش يسوي؟ تبعث نيوترون، هذا النيوترون تبعته يتحول الى بروتون، هاي طبعا يسموها الذره الاب، فمن فقدت نيوترون حتتحول الى الذره البنت اللي هي الدوتر، هذا البيرنت وهذا الدوتر، هاي الدوتر تحتوي على نفس العدد الكتلي للذره الاب، لكن شنو العدد الذري مالتها؟ اكبر. ليش العدد الذري مالتها اكبر؟ لان اكتسبت بروتون، تمام طلاب؟ زين، بنفس الوقت بعثت لي جسيمه بيتا اللي هي عباره عن الكترون، هي جسيمه بيتا الكترون بس مشحون، يعني طاقته عاليه شويه نوعا ما، تمام طلاب؟ زين، هو هذا المقصود هنا انا طلاب. زين، ما عنده كتله لانه الالكترون بشكل عام كتلته جدا صغيره، تمام؟ طيب طلاب هسه عندنا ثالث النوع من الاشعاعات هي الجاما ديكي، اللي هي شنو معناها؟ هي عباره عن موجات الكترومغناطيك ويف، يعني موجات كهرومغناطيسيه. بعض طلاب احنا اخذنا الالفا واخذنا البيتا، الالفا والبيتا مثل ما قلت لكم هي عباره عن بارتيكل، عباره عن جسيمات، بينما الجاما هي ما تعتبر بارتيكل وانما تعتبر موجات كهرومغناطيسيه. بعض طلاب هسه هنا ايش كاتب لكم؟ كاتب لكم after a decay reaction this nucleus is often in an excited state. يعني شنو excited؟ يعني معناها محفزة. This mean that the decay has resulted in producing a nucleus which still has excess energy to get rid of. Rather than emitting another beta or alpha particle, this energy is lost by emitting a pulse of electromagnetic radiation called gamma ray. A gamma ray is identical in nature to light or microwave but of very high energy. يعني شنو معناها؟ بعض طلاب نوبات الذرة الغير مستقرة اللي هي مثلا قلنا تحتوي على عدد بروتونات او نيوترونات اكثر من الطبيعي، مثلا تبعث جسيمات الفا او بيتا على مود تستقر، مع انه هي بعثت جسيمات الفا او بيتا بس مع هذا ما وصلت الى وضعية الاستقرار. شون هيك؟ يعني هي تدز جسيمات الفا وجسيمات بيتا لغرض انه هي تتحول الى ذرات عنصر مستقر، لكن مع انه هي دزت او بعثت جسيمات الفا او بيتا بارتيكل مع هذا ما وصلت الى وضعية الاستقرار، ظلت بعدها انستيبل، ظلت غير مستقرة. فسوت هنا قالت اني لازم شو اسوي؟ ادز بعد شيء ثاني. هذا الشيء الثاني اللي اني ادزه ادز فد موجات كهرومغناطيسية، تمام؟ هاي الموجات الكهرومغناطيسية شي يسموها؟ يسموها جاما ويف، حتخليني اتحول الى وضعية الاستقرار. يعني شنو معناها؟ على سبيل المثال طلاب عندكم مثلا هاي ذرة هذا العنصر، تمام؟ هاي ذرة عنصر، هاي ذرة عنصر غير مستقرة، فقالت شو اسوي؟ قالت اني لازم افقد بعض النيوترونات او البروتونات الموجودة داخلي، تمام؟ او افقدها اثنيناتن، فابعث اما جسيمة الفا او ابعث جسيمة الفا بيتا. زين، فعلى سبيل المثال هي بعثت جسيمة بيتا او بعثت جسيمة الفا، لكن مع انه هي بعثت جسيمة الفا او بعثت جسيمة بيتا مع هذا ظلت غير مستقرة، ما واصلة الى وضعية الاستقرار. يعني مو كل ترى يستقر لما يبعثن جسيمات الفا او بيتا، مرات هي صح تبعث جسيمة الفا او بيتا بس تظل بعدها غير مستقرة.
فهنا هي شو حتسوي هنا؟ يعني هي هسه دزت جسيمة الفا وبيتا وبعدها غير مستقرة، فشو حتسوي هنا؟ تريد تستقر، تريد ترتاح، شو تسوي؟ تبعث موجات كهرومغناطيسية. هاي الموجات الكهرومغناطيسية يسموها جاما ويف. هاي الجاما ويف هي عبارة عن موجات، موجات كهربائية، موجات كهرومغناطيسية. هاي الموجات طلاب تبعثها على مود تتحول إلى ذرة مستقرة. يعني على سبيل المثال عندكم هسه اليورانيوم، اليورانيوم سوى بعث جسيمات ألفا على مود يتحول إلى ذرة عنصر الثوريوم، اللي هو شنو؟ اللي باعتقاد اليورانيوم من حيتحول إلى ثوريوم حيكون مستقر، لكن من يتحول إلى ثوريوم ظل غير مستقر، ظل عنصر الثوريوم هماتين غير مستقر. شنو هاي؟ شو اليورانيوم بعث جسيمات ألفا، دز ألفا بارتيكل مثل ما درسنا بالمثال، بعث اليورانيوم ألفا بارتيكل بعثها، تمام؟ فمن بعث ألفا بارتيكل ظل غير مستقر، ظل غير مستقر، صح اليورانيوم تحول إلى ثوريوم ودز ألفا بارتيكل لكن غير مستقر، حتى الثوريوم اللي أنتج غير مستقر، بعده اليورانيوم تحول إلى ثوريوم وهماتين يعني هذا الثوريوم اللي أنتج غير مستقر، فهنا شو حيسوي عنصر الثوريوم؟ حيبعث طاقة بشكل موجات الكترومغناطيك ويف، موجات كهرومغناطيسية. هاي الموجات الكهرومغناطيسية هي هتحول إلى وضعية الاستقرار، تمام طلاب؟ من دون ما يتغير عنصر الثوريوم. ده تفهمون شلون؟ يعني بالبداية اليورانيوم العفو قال أني غير مستقر، عندي عدد نيوترونات وواي كلش، وعندي عدد بروتونات زايد هماتين، خل أخلص من عندهم، أدز شنو؟ أدز الألفا بارتيكل، ابعث الفا بارتيكل، فمن خسار بروتونات ونيوترونات تحول الى ذرة عنصر الثوريوم، تمام؟ تحول الى عنصر الثوريوم. لما تحول الى عنصر الثوريوم اعتقد انه هو بتحوله هذا صار مستقر، ليش؟ لان هو تحول وفقد بروتونات ونيوترونات وبالتالي بعد جسيمات الفا، فاعتقد باعتقاده انه تحول الى شنو؟ الى ذرة عنصر مستقر. لكن لاحظ انه هو بعده غير مستقر، صح يتحول الى ثوريوم بس هذا الثوريوم غير مستقر. فسوى الثوريوم قالاني بدل ما ادز الفا وبيتا بعد بيه حلاني بعد بيه حل افقد بعد بروتونات ونيوترونات واروح اتحول الى ذرة غير عنصر، من هنا للصبح ما نخلص. فش اسوي؟ طبعا طلاب هذا الحكي بس الغرض التوضيح يعني عم تفتهمون بشكل اوضح. فش قال؟ شو اسوي؟ قال بدل ما اروح افقد بروتونات ونيوترونات ابعث أشعة كهرومغناطيسية الكترومغناطيك ويف، يسموها الجاما ويف، توصلني لوضعية الاستقرار. فالثوريوم سوى دز موجات كهرومغناطيسية أطلقها، من أطلقها هو استقر، صار أكثر استقراراً وما تحول إلى ذرة عنصر أخرى، تمام طلاب؟ فعادة الجاما ويف طلاب صاحب العناصر من يصير بها ألفا أو بيتا ديكي، يعني من العنصر يفقد بروتونات أو يفقد نيوترونات ويتحول إلى ذرة عنصر أخرى اللي هي الدوتر، قلنا الدوتر أتوم، الذرة اللي حتنتج يسموها الدوتر، قلنا اللي حتنتج، بالإضافة إلى أنه دي ينتج هاي الدوتر ودي ينتج الألفا أو البيتا ديكي، دي ينتج وياها الجاما ويف، تمام طلاب؟ يعني الجاما ويف عادة تنتج بنفس الوقت اللي دي ينتج بيه بيتا أو ألفا ديكي، تمام طلاب؟ لأنه عادة نوبات الذرة ما تقدر توصل للاستقرار بمجرد أنه هي تبعث ألفا أو بيتا ديكي أو بيتا ديكي، يعني مو مجرد انه هي تبعث جسيمات الفا او جسيمات بيتا توصل الى وضعية الاستقرار، نوبات تحتاج الى شيء اكثر، انه هي تبعث جاما ويف، موجات كهرومغناطيسية. فشي تسوي؟ تبعث هاي الجسيمات، تمام؟ فعادة الموجات جاما او جاما ويف تصاحب انبعاث الالفا او البيتا بارتيكل، الغرض من عندها كلية ان الذرة تكون مستقرة، تمام طلاب؟ فبشكل سريع اني هرجع اعيدها، انه هسه اني عندي ذرة اليورانيوم قالت اني ما مستقرة، عندي بروتونات ونيوترونات زايدة، شلون ارتاح؟ اتخلص من هاي البروتونات والنيوترونات ابعث جسيمات الفا واتحول الى ذرة عنصر الثوريوم. زين الثوريوم قالاني شو؟ بعدني ما مستقر، فش اسوي؟ بدل ما افقد بروتونات ونيوترونات بعد واتحول الى غير عنصر، ابقى اني ثوريوم، بس شو اسوي؟ ابعث موجات كهرومغناطيسية يسموها الجاما ويف، فبالتالي اني اوصل الى وضعية الاستقرار. أنا بقيت نفس العنصر، بقيت ثوريوم، لما بعثت جاما ويف بقيت نفس العنصر، بقيت ثوريوم بس وصلت إلى وضعية الاستقرار. والشيء الثاني طلاب حطوا ببالكم إنه الجاما ويف عادة تكون مصاحبة للألفا والبيتا بارتيكل، جسيمات ألفا وجسيمات بيتا مثل ما وضحت لكم بالمثال، تمام طلاب؟ حطوا ببالكم هذا الشيء. ذرة عنصر مثلا على سبيل المثال بعثت بيتا بارتيكل بقت غير مستقرة، شلون تستقر؟ تبعث الكترومغناطيك ويف، موجات كهرومغناطيسية يسموها الجاما، تمام طلاب؟ هاي حفظوها وخلوها ببالكم، ما افتهمتوا يعني حاولوا تتواصلون يا دكتور مصطفى، ما عندي مانع ارجع اشرح لكم اياها، تمام؟
هسه الجاما ديكي like all form of electromagnetic radiation the gamma rays has no mass and no charge. حط ببالكم طلاب انه الجاما rays مثل اي انواع من الموجات الكهرومغناطيسية لا عندها كتلة ولا عندها شحنة، تمام؟ على عكس الالفا بارتيكل. الفا بارتيكل شنو شحنتها؟ بلاس 2 لان تحتوي على 2 بروتون. راجعوها، قلت لكم بلاس 2 لان بيها 2 بروتون، وبنفس الوقت عندها كتلة، الكتلة مالتها شقد؟ 4 لان بيها 2 بروتون و2 نيوترون. وعلى عكس البيتا بارتيكل، البيتا بارتيكل هي قلنا شنو؟ قلنا بيها شحنة سالبة بس الماس مالتها اصلا ما عندها ماس او ماس مالتها صغيرة لانه كتلة الالكترون جدا 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 صغيرة، تمام طلاب؟ بينما عندكم الجاما ديكي او الجاما ويفز هي مثل اي موجة كهرومغناطيسية لا عندهم كتلة ولا عندهم شحنة، تمام طلاب؟ هاي نقطة فرق كلش مهمة حطوها ببالكم، تجيكم مثلا جزء بالام اس كيوات، تمام؟ Gamma rays interact with material by colliding with the electron in the shell of the atoms. يعني شو يقول لك؟ يقول لك انه موجات جاما عادة تتفاعل ويا العناصر عن طريق انه هي تصادم مع الالكترونات الموجودة بالاغلفة الخارجية لهذه العناصر، تمام؟ يعني من تجي جاما ويفز تروح توصل الى عنصر، هذا العنصر اكيد يحتوي هماتين على نيوكليوس ويحتوي على مدارات خارجية والكترونات، يقول لك انه الجاما ويف تتفاعل مع او تصادم مع الالكترونات اللي تدور بالمدارات الخارجية لهذا العنصر، تمام طلاب؟ يعني شلون؟ يعني على سبيل المثال عندكم هسه هذا العنصر بنيوكليوس بمدارات خارجية مثلا، هاي المدارات الخارجية تتحرك بها الالكترونات، تمام؟ هنا تجي عندك الجاما ويف، هاي الجاما ويف، هاي الجاما ويف تصادم مع الالكترونات، هاي الجاما ويف الصادمت مع الالكترونات اللي دي تتحرك بالمدارات الخارجية للعنصر، تمام طلاب؟ هو هذا الشيء المقصود هنا. زين، they lose their energy slowly in material begin able to travel significant distance before stopping. يعني هي عادة بشكل عام من تصادم ويا الالكترونات شوية تبدأ طاقتها تقل، تمام طلاب؟ يعني هي المادة بشكل عام يعني أي إشعاع من يصادم ويا مواد أكثر كل ما طاقته تبدأ تقل لحد ما يفقد طاقته ويوقع يعني ينهار، تمام طلاب؟ هي عادة قلنا إنه الجاما ويفز عادة هي لا عندها كتلة ولا عندها شحنة، فهذا الشيء يخليها تتحرك إلى مسافات يعني طويلة نوعا ما، تمشي إلى مسافات طويلة أكثر من المسافات اللي تتحركها الالفا والبيتا، تمام طلاب؟ يعني تمشي الى لونج ديستنت يعني مسافة جدا طويلة، وبالتالي يكون لها القابلية انه هي حتى تخترق الاشياء، يكون عندها هاي بنتريتنج باور، تمام طلاب؟ طبعا الجاما ويف طلاب لها القابلية انه هي حتى تخترق جلد الانسان، يعني توصل الى داخل اعضائنا، تمام طلاب؟ عندها قابلية اختراق جدا عالية اعلى من الالفا والبيتا، ولكن بالمقارنة طاقتها الاشعاعية تكون اقل من الالفا والبيتا، تمام طلاب؟ هو اكثر شيء هو كطاقه اشعاعيه هو الالفا. زين، depending on their initial energy gamma rays can travel from 1 to 100 of meter in air and can easily go right through people. يعني شنو معناها؟ اعتمادا على الطاقه الاولى اللي هي تكون موجوده داخل الجاما ويف ممكن تتحرك من مسافات تتراوح من المتر الواحد الى 1000 متر. يعني شو يقول لك؟ يقول لك اعتمادا على الطاقه الاوليه اللي هي تكون موجوده داخل هاي الجاما ويف ممكن تتحرك الى مسافات، هاي المسافات تتراوح من المتر الواحد الى 1000 متر. تخيل انه الجاما ويف ممكن تتحرك الى مسافه 1000 متر بالهواء، تخيل شلون؟ يعني شقد تبقى محافظه على طاقتها بحيث تقدر تستمر بالهواء لمده 1000 متر، تفهمون شلون طلاب؟ بنفس الوقت يقول لك كان easily go right through people، يعني تقدر تعبر الجلد وتوصل الى داخل الاعضاء، تمام طلاب؟ يعني تخترق الانسان بسهوله، يعني تقدر تعبر من خلال الناس وتعبر يعني تتجاوز انسان وتروح الى انسان ثاني، اوكي طلاب؟ وتقدر توصل للاعضاء، هذا المقصود هنا. It is important to note that most alpha and beta emitter also emit gamma rays as a part of their decay process. مثل ما قلنا عادة الذره صح تبعث الفا او تبعث بيتا بارتيكل لكن تبقى غير مستقره، فعلى متستقر شو تبعث؟ تبعث الجاما ويفز، تمام؟ الموجات الكهرومغناطيسية اللي هي حيخليها تتحول إلى مستقرة، تمام؟ Oh, there is no such thing as a pure gamma emitter. يعني يقولك بشكل عام إنه ماكو شيء يبعث جاما ويف وحدة، يعني عادة هي الذرة يعني بعض طلاب عادة الجاما ويف تكون مصاحبة لانبعاث الألفا والبيتا بارتيكل، عادة يعني ما تيجي وحدها. يعني ممكن ما تجي وحدها، يعني تفهمون شلون هو قصده هنا؟ قصده انه الذره عاده شو تسوي بالبدايه؟ شلون مثلا ذره عنصر اليورانيوم مثل ما قلت لكم رادت تستقر، فسوت بالبدايه دزت الفا بارتيكل وتحولت الى ذره عنصر الثوريوم، لكن مع هذا هي ما استقرت، فالثوريوم سوى بعث جاما ديكي، فبالنهايه انت تلاحظ انه الجاما ديكي ما انبعث من وحده، دائما كان مصاحب لانبعاث الفا او بيتا بارتيكل، تمام طلاب؟ هو المقصود هنا. فجاما ويف طلاب لا عندها ماس ولا عندها تشارج، شلون مأشر لكم اياها هيجي خط
احمر يعني لا عدها كتله ولا عدها شحنه. طبعا الجاما ويف قلنا ممكن تتحرك الى مسافات حسب الطاقه مالتها، ممكن تتحرك من مسافه توصل الى 1 متر او مسافه توصل الى 1000 متر، وممكن تعبر من خلال الناس، تعبر من خلال الاشياء بسهوله. يعني البنتريتنج باور مالتها تكون عاليه، تمشي الى مسافات طويله، ما عدها اصلا وزن، ما عدها كتله. بس مشكلتها شنو؟ انه الراديشن مالتها يكون قليل، اقل من الالفا والبيتا. تمام طلاب؟ طبعا هي مو مشكله بالنسبه لنا، بس يعني زين لاحظوا هنا انه الجاما ويف تتحرك الى مسافات بعيده جدا، لكن هنا وصلت الى ثيك شيت اوف ليد، وصلت الى اسطوانه ثخينه تحتوي على عنصر الليد، ما قدرت تعبرها. تمام؟ يعني هي تقدر تعبر الانسان، بس ما تقدر تعبر هيك لما يكون فد مثلا كونكريت قوي، مثلا عندك هسه هذا الكونكريت، عدة طبقات من الكونكريت أو عدة طبقات من عنصر الليد العفو مرصوصات واحدة بصف الثانية، ما تقدر تعبرهم، ما تقدر تتجاوزهم، تصادم بيهم تخسر طاقتها وتوقع وتنتهي. تمام طلاب؟ زين، فهنا صورة حلوة يعني موضح لك انه هاي الالفا بارتيكل هي وزنها ثقيل، بها 2 بروتون وبها 2 نيوترون. لاحظوا هسه هنا ما تقدر تعبر من الورقة، يعني اذا تلاحظون هي ما عبرت الورقة، ما تجاوزت الورقة وعبرت لهذا الجانب. تمام؟ ظلت هنا بهذا الجانب لانه تصادم بالورقة تفقد طاقتها وتوقع، رغم انه هي اكثر وحدة بها طاقة. البيتا بارتيكل لاحظوا انه هي قدرت تعبر الورقة، قدرت تشوف شلون اخترقت الورقة وتجاوزتها، لكن من وصلت الى فايل مال الالمنيوم صادمت بالفايل مال الالمنيوم وخسرت طاقتها ووقعت، ما قدرت تعبر من خلال فايل الالمنيوم. تمام طلاب؟ ما عبرت بالجهة الثانية. بينما الجاما ويف، هذا رمز الجاما، الجاما ويف، حفظوا الرموز طلاب شكلها شلون صاير. الجاما ويف قدرت تعبر من خلال الورقة، قدرت تعبر من خلال فايل الالمنيوم، وصلت للفد عدة طبقات من الليد او الكونكريت ما قدرت تعبرهم، وصلتهم صادمت بيهم فقدت طاقتها وقعت. بدها تلاحظون انه الهايلي بنتريتنج باور وين تكون موجودة؟ بالجاما ويف. وهذا ام اس كيو يعني يجيب لك ذني ثلاثة تانية، هو اكثر وحدة بها بنتريتنج باور عالية تقول له الجاما ويف، بينما يا هي اكثر وحدة بها راديشن الالفا بارتيكل. تمام طلاب؟ هاي ام اس كيوات حفظوهن. فتلاحظون انه الالفا بارتيكل ما تقدر تخترق السكن، ما تقدر تعبر الجلد. تمام؟ فتاثيرها يكون كله على الجلد، كله على الجلد. شو وقت احنا نتاثر بالالفا بارتيكل؟ لما نسمم بها، ناكلها بالاكل او نستنشقها بالهواء، يصير لها تاثير كل جدا كبير على الجسم. تمام طلاب؟ اكثر من حتى تاثير البيتا والجاما. ليش؟ لانه الالفا بارتيكل طبيعيا راديشن مالتها عالية جدا جدا، بس بسبب انه هي كونها ثقيلة ما تتحرك الى مسافات كبيرة، رأسة تصادم بالاشياء تفقد طاقتها وتنهار وتوقع. بينما البيتا بارتيكل لاحظوا انه هي اخترقت السكن، عبرت السكن. تمام؟ بينما وصلت للالمنيوم، فايل مال الالمنيوم ضربت بيه وما قدرت تعبره فقدت طاقتها ووقعت. الجاما قدرت تعبر السكن وقدرت تعبر الالمنيوم، وصلت لطبقة من الليد، عنصر الليد رصاص، صادمت بيه ما قدرت تعبره ووقعت. تشوفون شلون انه هي هنا ما اخترقته، ظلت هنا وقعت. هذا نفس الصورة هنا طلاب، نفس الشيء كليته. عمود أوضح لكم هذا الشيء، عمود أوضح لكم شلون السالفة صايرة. بالورقة الألفا بارتيكل ما عبرت، البيتا عبرت الورقة وصلت للألمنيوم، يعني الألمنيوم كانت 5 ملم، قصد الثيكنس مال هذا الألمنيوم مال فايل الألمنيوم اللي وقفوا البيتا كان 5 ملم. تمام؟ على هذا الثيكنس هي وقفت. تمام طلاب؟ بينما الجاما عبرتهم وصلت إلى الليد، الليد بثيكنس 10 سنتيم ما قدرت تعبره وقعت وانهارت. طيب طلاب، هسه نجي على الاكس راي برودكشن. الاكس راي معناها الاشعه السينيه، برودكشن معناها انتاج، يعني معناها انتاج الاشعه السينيه. هسه حنتعرف شلون نقدر ننتج اشعه سينيه، يعني شلون قصدي مبدا انتاج الاشعه السينيه. اوكي، خليني اشرح لكم اياها بسرعه وتفهمون اكثر. بعض طلاب، اول شغله جهاز الاشعه السينيه يحتوي باحد اطرافه على شيء اسمه الكاثود. الكاثود هو يعني معناها شيء سالب، يعني معناها شيء يحمل شحنه سالبه. تمام؟ الكاثود كلمه تعني سالب، شيء يحمل شحنه سالبه، بينما الانود شيء يحمل شحنه موجبه. تمام طلاب؟ اكيد تعرفون هذا الشيء، انه اي شيء كاثود يعني شحنه سالبه، اي شيء انود يعني معناها شحنه موجبه. جهاز الاكس راي يحتوي باحد اطرافه على شيء يحمل شحنه سالبه، تمام، اللي هو هذا الكاثود، ويحمل بالطرف الاخر مالته على شيء يحمل شحنه موجبه اللي هو الانود. تمام طلاب؟ هاي اول نقطه اللي انا اريد اعرف لكم اياها، انه داخل جهاز الاكس راي اكو شيء يحمل شحنه سالبه يسمونه الكاثود، واكو شيء يحمل شحنه موجبه يسمونه الانود. تمام؟ كل واحد قاعد بطرف من اطراف الجهاز الاكس راي. تمام؟ اول خطوه من انتاج الاشعه السينيه او انتاج اشعه الاكس راي يتم عن طريق امرار تيار كهربائي خلال جهه الكاثود. تمام؟ يعني انت حتمرر تيار كهربائي خلال جهه الكاثود.
هذا التيار الكهربائي حيمر خلال جهة الكاثود. جهة الكاثود بجهاز الاكس راي منين مصنوعة من معدن التنجستن. تمام طلاب، اكو معدن يسمونه التنجستن، هاي جهة الكاثود مصنوعة من معدن التنجستن. تمام، وتحتوي داخلها على فيلمنت. شنو معنى فيلمنت؟ فيلمنت شلون معنى الواير او الالياف. تمام طلاب، فهذا انت ايش عندك بجهة الكاثود؟ عندك معدن التنجستن وعندك واير او عندك فيلمنت. تمام، نفس الشيء، يعني معناها اكو فد الياف. هاي الالياف او الواير مال معدن التنجستن شو حتسوي؟ حتمرر بيها تيار كهربائي. هذا التيار الكهربائي من يمر خلال هاي الالياف مال معدن التنجستن شو حيسوي؟ حيسخنها، حيولد طاقة حرارية. تمام، حيسخنها. هاي الطاقة الحرارية اللي يولدها حتكون كافية انه هي تحرر الالكترونات من معدن التنجستن. تفهمون شلون طلاب؟ اذا انتم عندكم باحد اطراف الاكس راي او جهاز الاكس راي اكو فد كاثود. هذا الكاثود منين يتكون؟ يتكون من معدن التنجستن. تمام، هذا معدن التنجستن يحتوي على واير او فيلمنت. تمام، انت لما تمرر تيار كهربائي من خلال هذا الفيلمنت او من خلال هذا الواير حتسخنه وحتولد طاقه حراريه. هاي الطاقه الحراريه كافيه انه هي تحرر الالكترونات من معدن التنجستن، فتكون ما يعرف بالسحابه الالكترونيه. يعني شلون؟ يعني هسه انت حتمرر تيار كهربائي من خلال جهه الكاثود المصنوعه من معدن التنجستن والواير الموجود بيها. لما مررت التيار الكهربائي، هسه يمر التيار الكهربائي هنا، حتولد طاقه حراريه. هاي الطاقه الحراريه حتسخن معدن التنجستن بحيث تقدر انه هي تزيح الالكترونات من معدن التنجستن وتكون ما يعرف بالسحابه الالكترونيه. فحتتكون لك هنا سحابه الكترونيه. تمام طلاب، هاي السحابه الالكترونيه بعد ذلك حتتعرض الى زياده الطاقه الحركيه. يعني شنو معناها؟ يعني اكو فد خطوه معينه داخل جهاز الاكس راي تعمل على زياده الطاقه الحركيه للالكترونات الناتجه من معدن التنجستن. تمام، فزيد الطاقه الحركيه او الكاينتيك انرجي مالتها. يعني اول خطوه انت حتمرر التيار الكهربائي من خلال معدن التنجستن، ليش؟ على مود تولد حراره كافيه تزيح الالكترونات من معدن التنجستن، يعني تطرد الالكترونات الموجوده داخل معدن التنجستن من عنده، فتكون ما يعرف بالسحابه الالكترونيه. هاي السحابه الالكترونيه بعدين اكو شيء اخر داخل جهاز الاكس راي حيزيد الطاقه الحركيه لهذه الالكترونات. تمام، اكو شيء موجود داخل جهاز الاكس راي يعمل على زياده الطاقه الحركيه او الكاينتيك انرجي لهاي الالكترونات. فبالتالي لما تزداد الطاقه الحركيه او الكاينتيك انرجي لهذه الالكترونات حتزداد سرعتها. تمام، على مود هاي الالكترونات بما انه هي سالبه الشحنه وموجوده من جهه الكاثود، يعني جهه النيجاتيف او جهه السالب، حتتجه باتجاه الانود. تمام، اللي هو عاده يكون موجب الشحنه. مثل ما تعرفون انه اي شيء سالب ينجذب باتجاه الشحنه الموجبه، واي شيء موجب ينجذب باتجاه الشحنه السالبه. فبالتالي انت عندك هذه الالكترونات اللي هي زادت سرعتها وزادت الكاينتيك انرجي مالتها، الطاقه الحركيه مالتها، حتكون تتجه باتجاه شنو؟ باتجاه الانود. تمام، باتجاه الانود. الانود اللي هو همات يكون مصنع من معدن التنجستن، ومرات يكون مصنع من معدن النحاس او الكبر. تمام، حينضرب بنواة هذا المعدن، حينضرب بنواة هذا المعدن. فلما ينضرب بنواة هذا المعدن، هذا الالكترون حيصير بي دي اكسلريشن. يعني شنو دي اكسلريشن؟ هذا الالكترون حيصير بي تباطؤ بالسرعة مالته، وبالتالي لما يصير بي تباطؤ بالسرعة مالته حيفقد طاقته. الطاقة اللي يفقدها 98% من عندها تكون بشكل طاقة حرارية، و2% من عندها تكون بشكل أشعة سينية يسموها الاكس راي. تمام، اللي هي الفوتون. تمام، طبعا ما قلت لكم طلاب قبل شوية انه الجاما ويف والاكس راي كلها تعتبر فوتونات. تمام، فشيء اسمه فوتون. تمام طلاب، فبالتالي هعيد لكم، يا انتاج الاكس راي يعتمد بالبداية على امرار تيار كهربائي من خلال معدن التنجستن من جهة الكاثود. تمام طلاب، يعني اكو تيار كهربائي حيمر من خلال معدن التنجستن من جهة الكاثود، فبالتالي شو حيسوي؟ حيولد طاقة حرارية. هاي الطاقة الحرارية كافية انه هي تزيح الالكترونات من معدن التنجستن. ورا ما تزيح الالكترونات الموجودة داخل معدن التنجستن حتكون ما يعرف بالسحابة الالكترونية. هاي السحابة الالكترونية حتحتاج الى تعجيل بسرعتها، زيادة سرعتها. فشي داخل الجهاز الاكس راي يعمل على زيادة سرعة هذه السحابة الالكترونية، يعمل على زيادة سرعة هاي الالكترونات، يزيد الكاينتيك انرجي او الطاقة الحركية مالتها. كاينتيك انرجي يعني الطاقة الحركية. لما يزيد الطاقة الحركية مالتها حيكون ما يعرف بالاكسلريشن. يعني شنو اكسلريشن؟ يعني نزيد الطاقة الحركية لهاي الالكترونات. تمام، فبالتالي انا من زيادة الطاقة الحركية لهاي الالكترونات، ومثل ما تعرفون انه الشال السالب العفو يندب باتجاه الموجب، والموجب يندب باتجاه السالب. فبالتالي هاي الالكترونات السالبة الشحنة حتتجه باتجاه الانود. الانود قلنا يا اما يكون مصنوع حما
ماثية من معدن التنجستين يا ما يكون مصنوع من النحاس أو الكبر. فبالتالي هاي الإلكترونات أو السحابة الإلكترونية اللي أنا زيت طاقتها الحركية وسويتها إكسلريشن، يعني شنو إكسلريشن؟ سويت لها تعجيل لأن زيت سرعتها، حتنطلق انطلاق باتجاه الأنود اللي هو الموجب الشحنة، لأنه السالب ينجذب باتجاه الموجب، فتصادم بالنواة مال الأنود اللي هو مصنوع يا أما من معدن التنجستين يا أما من الكبر. لما يصير التصادم ما بين الإلكترون ونواة ونواة الأنود، تمام، حيتولد، حيفقد الإلكترون بالتالي طاقته، وطاقته هاي اللي يفقدها 98% من عندها تتحول إلى طاقة حرارية، و2% فقط هي تولد لي ما يعرف بالأشعة السينية أو الإكس راي اللي هي تكون بشكل فوتون، تمام طلاب؟ لأنه الإكس راي والجاما هن تحتوين على فوتونات، تمام؟ لأنه الإكس راي والجاما تحتوي على فوتونات، تمام طلاب؟ فالمبدأ بشكل عام حيتم عن طريق إمرار تيار كهربائي من خلال جهة الكاثود أو من خلال معدن التنجستين على مود تنزاح الإلكترونات من معدن التنجستين وتكون لي سحابة إلكترونية. هاي السحابة الإلكترونية حنزيد الطاقة الحركية مالتها أو الكاينتيك إنرجي مالتها على مود يصير بها ما يعرف بالإكسلريشن، يعني شنو إكسلريشن؟ زيادة سرعتها، على مود تتجه باتجاه الأنود اللي هو يا أما يكون مصنوع من مادة التنجستين أو مصنوع من الكبر أو النحاس. فبالتالي الإلكترونات حتنجذب باتجاه الأنود الموجب الشحنة. لما تنجذب باتجاه الأنود الموجب الشحنة حتصادم مع نواة الأنود، فبالتالي شو حيصير بها؟ حيصير بها دي إكسلريشن. طلاب أكو فرق بين مصطلح الإكسلريشن والدي إكسلريشن. إكسلريشن يعني زادت السرعة مالته، زادت طاقته، زادت قوته، بينما لما نقول دي اكسلريشن يعني بدت القوة مالته تضعف وتتلاشى وتنهار، تمام طلاب؟ فهنا الالكترون من الصادم ويا نواة العنصر الانود، بالتالي شو حيصير بهذا الالكترون؟ حيصير بي دي اكسلريشن. يعني شنو دي اكسلريشن؟ يعني حيبدا يفقد طاقته، تبدا طاقته تتلاشى. هاي الطاقة لما يفقدها ويخسرها الالكترون، 98% من الطاقة اللي يفقدها الالكترون تتحول الى طاقة حرارية، بينما فقط 2% من عندها تولدني ما يعرف بالفوتون، والفوتون اللي هو الاكس راي، تمام طلاب؟ الفوتون هو اللي يكون لنا الاكس راي ويكون لنا الاشعه السينيه، تمام طلاب؟ هو المقصود هنا، تمام؟ هو هذا المبدا عمل الاكس راي. زين طلاب، بعض طلاب هسه باعوا لي على هاي الصورة. طبعا هاي الصورة هو فشي مصغر اللي دي يصير لما يصادم الالكترون بذرة الانود، تمام؟ يعني شلون؟ يعني تلاحظون انه هو هسه هذا الالكترون هنا دي اشر لك هذا التنقيطات، هو هنا قصده انه الالكترون دي يتحرك ودي يتجه باتجاه النيوكلياس. النيوكلياس مال منو؟ مال معدن الانود، تمام؟ اللي هو الموجب الشحنة. بدي تلاحظون انه شلون الالكترون السالب الشحنة حينجذب باتجاه النيوكلياس مال معدن الانود اللي هو شي يكون موجب الشحنة. فلما يصادم بي او يقترب من عنده يبدا الالكترون شي يصير بي؟ يصير بي ديفلكشن. يعني شو ديفلكشن؟ يعني يصير بي انحراف. لما يصير بي انحراف شو حيصير بي؟ حيصير بي سلوينج، يعني يفقد طاقته ويصير بي بطء، بالنهايه شو حيصير بي؟ يسقط هيجي، تمام؟ ويولد شنو؟ يولد طاقه حراريه بنسبه 98% و2% من عندهم تكون بشكل اشعه سينيه اللي هو الاكس راي، اللي هي الاكس راي اللي انطلقت. يعني بالبدايه اشرح لكم اياها على مود خاف ما فهمتوا. بالبدايه انتم عندكم تيار كهربائي حتمرروه من خلال الكاثود، هذا التيار الكهربائي حيخلي الالكترونات تتحرر من معدن التنجستين، تمام؟ هاي الالكترونات من تتحرر من معدن التنجستين شو حتسوي؟ حتسوي ما يعرف بالسحابه الالكترونيه. هاي السحابه الالكترونيه لازم انت شو تسوي؟ لازم تزيد طاقتها الحركيه، ترفع الكاينتيك انرجي مالتها. فش تسوي لها؟ سوي لها تعجيل، يعني سوي لها اكسلريشن، تمام؟ تعجيل يعني تعجل من سرعتها، تعجل من طاقتها، فبالتالي حتزيد طاقتها الحركيه. وبما انه الشحنات السالبه تنجذب باتجاه الشحنات الموجبه، فبالتالي الالكترونات حتنجذب باتجاه الانود. الانود اللي هو قلنا يا اما يكون مصنوع من معدن التنجستين يا اما يكون مصنوع من معدن الكبر النحاس. فبالتالي شو حيسوي؟ حيصير عندنا تصادم ما بين الالكترون وما بين الذرة او نواة الانود، تمام طلاب؟ فشون حيصير هذا التصادم؟ حيصير بهاي الصورة. الالكترون بالبداية حيجي بهاي الطريقة، حيجي هذا الالكترون حيتحرك. بعول شون يتحرك الالكترون؟ الحد ما يقترب باتجاه النيوكلياس. تفهمون شون الالكترون هو سالب الشحنة والنيوكلياس هي اصلا شو تكون؟ تكون موجبة الشحنة، تمام طلاب؟ هاي النيوكلياس موجبة الشحنة وهذا الالكترون سالب الشحنة، فطبيعي اتجاه حركة الالكترون هذا حيكون باتجاه النيوكلياس. لمن يوصل النيوكلياس شو حيصير بيه؟ حيصير بيه دي اكسلريشن. يعني شنو دي اكسلريشن؟
يعني حيبدأ يفقد طاقته، تمام؟ ولما يفقد طاقته شو حيصير به؟ حيبدأ يفقد طاقته، ولما يفقد طاقته شو حيصير به؟ حيساقط، حيصير به هيك ديفلكشن. يعني شنو ديفلكشن؟ تلاحظون شلون انحرف، يعني انحراف، يعني انحراف، بدأ شلون ينحرف، صار بالبداية بديكسلريشن، يعني بدأ يتباطأ، بدأ يفقد طاقته، بدأ يفقد حرارته، بدأ يفقد طاقته، بالتالي شو حيصير به؟ حيصير به ديفلكشن، انحراف، حيبدأ ينحرف الإلكترون، تمام؟ سلوينج، يبدأ يبطأ، تمام؟ فصار به انحراف وسقط. ففقد هذا الالكترون طاقته، هاي الطاقة 98% من عندها تحولت إلى طاقة حرارية، و2% من عندها فقط تحولت إلى أشعة سينية أو إكس راي. هاي الأشعة السينية نوبات يسموها فوتون، تمام؟ حتى الجاما ويف يسموها نوبات فوتون، تمام طلاب؟ هو هذا المقصود هنا أنا.